إن وزارة الداخلية تلقت خلال الحروب الثلاث السابقة ضربات قوية ظن البعض أنها ستكون القاصمة، إلا أنها استطاعت تخطي العقبات كلها والصمود والسير نحو هدف ثابت، وبناء منظومة أمنية قوية ومتماسكة على أسس مهنية وطنية سليمة. لقد قدمت وزارة الداخلية ما يزيد على 1100 شهيد خلال الحروب الثلاث التي شنها الاحتلال والاعتداء على قطاع غزة. أثبتت وزارة الداخلية والأمن الوطني على مدار السنوات الماضية أنها على قدر عال من المسؤولية والكفاءة، متسلحة بعزيمة فرسانها الأبطال وصمود شعبها المقاوم، فنهضت من بين الركام لتبني صرحا أمنيا عظيما شهد له العدو قبل أن يشهد له الصديق. كما وقفت وزارة الداخلية والأمن الوطني وأجهزتها الأمنية سدا منيعا أمام أجهزة أمن الاحتلال ومخابراته، وأفشلت مخططاته في استهداف أبناء شعبنا، فضربت بيد من حديد على أيدي العملاء والمتخابرين، وحافظت على أمن المجتمع الفلسطيني ونسيجه المتماسك.